الاكشن برضه على طول بنكلم مدير الاوبريشن ان الوضع مقلق يا مستر طه بره، فبيدينا اوردر على طول، لا اقفل وحافظ على حياة الناس اللي عندك. كنا تقريبا من يوم 20 لحد يوم الخميس اللي فات. لما حصل الضرب جوه الشارع هنا طبعا كان الموضوع جامد جدا لدرجة ما حدش اصلا يقدر يستنى، فاضطرينا نقفل وكل المحلات تقريبا قفلت ومشيت بسرعه. هنعمل ايه؟ هنيجي ازاي في القلق ده يعني؟ انا لسه جايه بقى لي 3 ايام، باجي الساعه 11 كده وامشي الساعه 2، واكنك برضو ما بتشتغلش خالص. طبعا الفتره اللي بتقفل فيها انت بتخسر كل المبيعات بتاعتك تماما، يعني بترجع لزيرو. خصوصا الفرع ده مع بدايه احداث الثوره لحد النهارده طبعا متذبذب جدا في الارقام بتاعته، خصوصا ارقام المبيعات، لان هو كل ما بيبقى فيه احساس باي نوع من انواع عدم الاستقرار او فقدان التحرير، ده بيأثر بالسلب على طول على الفرع. لو بصيت على مدار السنه حوالي 4 شهور قافلين متواصل من شهر يناير لغايه دلوقتي، تقريبا 4 شهور متقطعين، لما تجمعهم تقريبا هيبقوا عاملين 4 شهور قفل. مثال ماديا 12 فرد قاعدين في البيت، دخلوهم من المحل غير صاحب المحل، نوع من التكافل، دفع نص اجره وهم شالوا نص الباب. كلنا كده يعني، جات علينا احنا النص وعلى صاحب المحل شالوا النص. احنا على فكره بنمشي الساعه 5، ان انت مجرد ما الشارع اولا ما فيهوش نور بالليل، ومجرد الساعه 5 بتيجي الدنيا ضلمه، مفيش اي حد ماشي في الشارع، الدنيا نفسها بتبقى صعبه قوي، فلازم اصلا تقفل. لا الجست اقل طبعا الاول، لان حضرتك عارف ان الشارع مقفول، بس هي الحركه بتزيد يعني. وانس الناس عرفت ان احنا فابتدينا نفتح وابتدينا نشتغل، الرجل بتزيد. التلفيات مبدئيا ما بين بيبان اتكسرت، ما بين ازاز، ما بين حاجات مثلا باظت، الكلام ده كله بتتكلم مثلا في حدود 25,000. المبيعات دي بقى يعني دي طبعا حاجه يعني بتاعت ربنا بقى، ما تعرفش اساسا لو كنت فتحت هترزق بكام او الكلام ده كله. بعد ما الفرع فتح من يوم الخميس لحد النهارده احنا بنتكلم في تقريبا في خساره دوريه، يعني خساره يوميه في حدود ال 50%، لان اولا في ناس خايفه اساسا تنزل ميدان التحرير تماما. طبعا الحاجز اللي عاملينه في محمد محمود ما بيخليش ان اي حركه عربيات او اي حركه مشاه تتحرك في محمد محمود. الضرايب بتاعتنا احنا بنقدم الاقرار الضريبي في شهر 3، فهيبقى هنتكتب فيه ان فيها في الشهر يناير كام يوم قفلنا فيهم اللي هو في اثناء الثوره، وهيبقى في شهر 11 كام يوم قفلنا فيهم، ونحاول بقى نتفاهم مع الضرايب انها تقسم الحاجات دي. ان هو يبقى في مراعاه شويه في الضرايب على الاقل، يعني مش بنقول اللي هو اعفى تماما، بس على الاقل يكون في مراعاه فيها شويه. ان هو طبعا لازم نسبه، يعني لازم الضرايب تراعي ان هو الناس دي اصلا يعني شبه ما اشتغلتش السنه كلها. الفرع ده بالنسبه لنا فرع استراتيجي جدا، وان شاء الله لحد هذه اللحظه واعتقد لحد الفتره القريبه ما عندناش اي نيه على الاطلاق ان احنا نقفل الفرع ده على الاطلاق.